معاكم داليا حسام واولى حلقات برنامج حلاوه روح اللي هنشوفه الحد من كل اسبوع في نفس الميعاد ده، والاعاده هتكون يوم الاثنين الساعه 6 صباحا للناس اللي بتصحى بدري ونشيطه، وكمان تقدروا تتابعونا على الفيسبوك بيج الخاصه بالبرنامج وكمان اليوتيوب تشانل الخاصه بقناه الصحه والجمال. برنامجنا حلاوه روح هيتكلم عن الجمال، والجمال مفهومه واسع جدا وغير محدود. نقدر مثلا نختصره بشكل سطحي في ان هو ارضاء العين، لما نشوف حاجة تعجبنا نشوف فيها الجمال. الجمال كمان موجود حوالينا في كل حاجة، في الطبيعة اللي ربنا خلقها، في الالوان اللي بنلون بيها حياتنا، والاهم من كل ده ان احنا عايزينك تشوفيه لما تبصي في المراية. علشان كده في حلاوة روح هنهتم بجمالك الخارجي، جمال بشرتك، جمال شعرك، جسمك، طريقة أكلك، وكمان هنهتم بجمالك الداخلي وجمال روحك اللي هيبان من ثقتك في نفسك وثقتك في قدراتك. باختصار حلاوة روح هنهتم في البرنامج ده بكل تفاصيلك واهتماماتك، وهنكون معاكي خطوة بخطوة للوصول لحلم الجمال والسعادة. عشان كده الحقيقة فكرنا نبدأ بداية قوية وكمان جميلة، ونستضيف ضيفة جميلة تكلمنا عن الجمال. الحقيقة هي أيقونة للجمال في حد ذاتها، هنعرف منها النهاردة أسرار الجمال وأسرار نضارة البشرة والشباب الدائم، إزاي نوصل لهم ونحافظ عليهم. معانا ومعاكم النهاردة ضيفة البرنامج اللي منورة حلاوة روح ومنورة قناة الصحة والجمال، الجميلة دكتور سحر سرور، أخصائي التجميل والتغذية العلاجية وبكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب جامعة المنصورة. منورانا يا دكتور سحر جدا، ومنورة قناة الصحة والجمال وحلاوة روح. ميرسي، ده نورك. ثانك يو، نورتينا يا فندم. عايزين بقى النهاردة نتكلم مع المشاهدين والمشاهدات الأهم بقى في الجمال. تمام. مؤخرا بدأنا نلاحظ بشكل كبير جدا اهتمام من الستات والبنات والرجالة كمان دخلوا في الموضوع الحقيقة، اهتمام بنضارة البشرة وجلسات التنظيف العميق وما إلى ذلك، باهتمام اهتمامهم بالبشرة. عايزين نعرف بقى هل التنظيف أو جلسات التنظيف هي أكتر من نوع ولا هي نوع واحد، وإيه أهميتها أصلا، ليه لازم نعملها؟ تمام. بصي، هو احنا عشان نعمل تنظيف للبشرة لازم نعرف اصلا نوع بشرتنا ايه الاول، ولازم نفرق كمان ما بين نوع البشرة وطبيعة البشرة. يعني البشرة انواع، في العادية وفي الدهنية وفي المختلطة وفي الجافة. نفرق بينهم ازاي؟ هو معظم الناس دلوقتي بقت عارفة نوع بشرتها ازاي، بس باختبار بسيط قوي ممكن نعمله في البيت. انا بقول للناس اغسلوا وشكم كويس وقعدوا حوالي ساعة كده، بعد ما تغسلوا وشكم ما تجيبوش اي حاجة على وشكم خالص، ولا تحطوا مرطب ولا اي حاجة. في خلال الساعة دي اللي بشرته دهنية بيبقى كأنه قاعد في جو رطوبة، بتلاقي وشه كله بيلمع. حقيقة بشوف ناس كده، دول بشرتهم دهنية خلاص. كده احنا عرفنا ان دول نوع البشرة بتاعتهم دهنية. بشرتهم كلها، مش التيزون، التيزون اللي هي منطقة الجبهة والمناخير كدا. دي المختلطة، يعني اللي بيلاقي المنطقة دي بس هي اللي بتلمع او فيها دهون شوية وبقية البشرة جافة او عادية، لا خلاص ده بشرته مختلطة. انما اللي الدهنية كل وشه بيبقى بيلمع. فدي دهنيه والمختلطه، ودول الروتين بتاعهم شويه قريب من بعضه. الناس اللي بشرتها جافه فعليا بيحسوا كان البشره مشدوده، بيحسوا ان بشرتهم بتتشد من بعضها، وحاسين انها لا، هم عايزين يحطوا عليها ميه علشان ما توجعهمش. بيحسوا بكده سواء في الصيف او في الشتاء. طبعا. وفي الشتاء على فكره، في تغيير الجو عموما، يعني احنا داخلين على الخريف اهو، بيبهدل البشره خصوصا الجافه يعني. اللي بشرتهم عاديه بقى، الناس المحظوظه اللي ما بيحسوش باي حاجه، واللي من بعد ساعه او ساعتين بالظبط ما تجوش جنبنا خالص، دول تمام، دول برضو ليهم روتين بتاعهم، بس يعني يعتبروا من افضل انواع البشره. عرفنا نوع بشرتنا، نبدا بقى ناخد بالنا ان في حاله للبشره. يعني ايه حاله؟ يعني في ناس بشرتها حساسه. حساسه ده مش نوع بشره، ده حاله. انا كانت شخصيا معلوماتي انها نوع البشره والبشره الحساسه دي طلعت حاله. دي حاله، انت ممكن تكون بشرتك عاديه وحساسه، دهنيه وحساسه. تمام. يعني ايه حساسه دي؟ يعني اي حاجه تعلم فيها بسرعه، اي حاجه تلاقيها احمرت، ممكن تقعد كتير قوي فيها سكار ما بيروحش بسهوله،
دي بشره حساسه، ده مش نوع، دي برضو ليها بريكوشنز، بس عشان في ناس بتبقى دايما رابطه البشره الحساسه بالدهنيه، لا في ناس بشرتهم دهنيه ومش حساسه عادي. اوكي، وبرضو المسامات الواسعه، برضو في ناس مساماتهم واسعه وبشرتهم مش حساسه عادي جدا. دي حاجه ودي حاجه. تمام. عرفنا نوع البشره، نبدا بقى نفهم الروتين الخاص بيها. البشره الدهنيه والمختلطه الاثنين لازم يتعمل لهم ديب سكراب مرتين اتليست في الاسبوع، يعني مرتين في الاسبوع بيتعمل لهم تنظيف في البيت كويس بسكراب يكون نوعه كويس مخصوص للبشره الدهنيه، علشان هو بيبقى هدفه انه بيعمل تنظيف عميق للافرازات الدهنيه اللي موجوده في البشره. مهم جدا عشان برضو في ناس كده قوي بتنسى الموضوع ده او بتتناساه، انا بشرتي دهنيه فانا عملت لها تنظيف فانا مش عايزه ترطيب، انا مش عايزاها تدهنن تاني. هو انت لو ما عملتيش ترطيب هي هتدهنن فعلا، لان هي متعوده انها على طول فيها ترطيب من الغدد الدهنيه بتاعتها، فانت لما هتنشفيها بالسكراب اللي انت عملتيه في البيت الدماغ هيجي لها هيبعت لها اشارات انه انا محتاج ترطيب، فانت ايوه هتخليها بالظبط. تبقى لا مدهنه بزياده. لكن لو انت حطيت لها الترطيب المناسب ليها اللي هو برده خاص للبشره الدهنيه او المختلطه، هتلاقيها بقت يعني لطيفه، ما هياش مدهنه منك في نفس الوقت ما هياش تعبانه. تمام. اوكي، بقيه الايام بتاعه الاسبوع احنا عملنا اهو سكراب مثلا مرتين في الاسبوع ديب سكرابينج او تنظيف عميق، خلاص احنا بقيه الاسبوع هنعمل عادي، هنستخدم غسول عادي جدا وهنستخدم الترطيب بتاعنا العادي، ده بالنسبة وده للبشرة مهم، الدهنية والمختلطه. والمختلطة. تمام، البشره الجافه لا ما بتحتاجش السكراب الكتير لان هي اوريدي جافه، بتحتاج ترطيب اكتر، بتحتاج الغسول الخاص بيها اللي بيبقى هدفه ان انا ما افضيش الزيوت والدهون الطبيعيه اللي في بشرتي اللي هي اصلا قليله، فلازم برضو ناخد بالنا احنا بنستخدم ايه لايه، ما اروحش اجيب علشان مثلا في ناس بشرتهم بتبقى جافه وبتيجي في دخله الصيف تبدا شويه يبان فيها شويه دهون، يروح يجيبوا سكراب للبشره الدهنيه بيبهدلوها. لا انت بشرتك جافه كملي على البشره الجافه، بس كملي طب في الحالة دي الهايدريشن، تعمل ايه بقى لو لقيت ان ترطيب، في افراز دهون ترطيب مش متعودة عليه؟ بتنظفها عادي، بتكمل عادي على التنظيف بتاع البشره بتاعتها عادي وبتنظفها. ولازم ناخد بالنا انه تغيير الفصول خصوصا زي ما لسه قايله الخريف والتغيير عموما بتاع الجو من صيف لشتاء ومن حر لبرد ومن برد لحر، ده بيبهدل البشره قوي، فاحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. سان بلوك مهم جدا، ترطيب مهم جدا، مهم بقى لكل الغسول انواع مهم البشرة جدا. طبعا. طبعا طبعا، ده بالنسبه لنوع البشره والترطيب الخاص بيها او العنايه الخاصه بيها. تنظيف البشره بقى بالظبط بقى اللي احنا عايزين نعرفه بقى وكل الناس منتظرة اللي هو ايه بقى. بصي، هو للاسف يعني الموضوع سلاح ذو حدين، موضوع ان انا اخد بالي من بشرتي بقى منتشر ودي حاجه كويسه جدا، بس للاسف الناس بدات تستسهل وتدور على انا ممكن اعمل ايه في البيت بدل البرايفت كلينك او البروفيشنال كلينك. في حاجات ما ينفعش، التنظيف او الرعايه بالبشره دي هي ليها مراحل، انت بتعملي في البيت الحاجه الخاصه بيكي اللي تنفع للطبقات السطحيه جدا، تمام. الباقي بيبقى محتاج ماشينز، الجهاز ده بيبقى متوفر في العياده لانه كبير وليه خطوات كتيره وليها اهداف مختلفه، انا مش لازم استخدم كل الخطوات على نفس البيشنت وكل بيشنت ليها الطريقه بتاعتها حسب الحالة. حسب الحاله بالظبط وحسب نوع البشره، حسب هي محتاجه ايه. في ناس بتجيلي عندها المسامات كلها رؤوس سوداء ومليانه دهون، دي بتبقى محتاجه مثلا خطوه فيها سكرابر وتنظيف وان انا بخرج الدهون دي وارجع بروتوكول تاني بقى اقفل مختلف. المسامات، لازم ان انا احط لها التونر واشتغل عليها بالكولد هاندل عشان اقفل المسامات، في ناس تانية لا، فليه ادخلهم في المرحله دي وهم مش محتاجينها؟ فده التنظيف العميق ده محتاج كلينيك، ما ينفعش ان هو يتعمل في البيت، لكن طبعا محتاج معاه الروتين بتاع البيت. فانت حضرتك بتفضلي ان لو البشره فيها مشاكل، يعني مش مجرد ان هو عنايه طبيعيه للبشره، لو في مشاكل فعلا بنعاني منها فالافضل ان احنا نتجه لعيادات التجميل هو ده معتدلين العادي. متخصص. لا لو اصل عندك الناس اي دلوقتي مشكله عادي ممكن يتصلوا بالصيدليه اديني حاجه عشان بشرتي فيها ايه. ما كل ده سوبرفيشال، كل ده سطحي، يعني حتى الناس اللي عندها علامات حبوب او اللي عندها حبوب اصلا، اعتقد ان احنا معانا حاله النهارده كده، لا دول انت بتحتاج خطوه، انت بتعاد ده مرض، انت محتاج دكتور يعالجك، بعد كده الدكتور هيقول لك على الروتين اللي تحافظ بيه على بالظبط. النتيجه، بس نبقى مش انت خدنا بتعالج الخطوه في الاولى البيت. في علاج المشكله. بالظبط تمام. يعني هو فعلا جلسات تنظيف البشره المفروض ان احنا نبدا فيها من بدري، وان يعني نتيجتها بتبان وبتعمل فرق حقيقه. بصي، الفترة اللي فاتت بدأ شوية الاتجاه يروح ناحية انه اخلي بالي من بشرتي، الممثلين والبابليك فيجرز دلوقتي بقى الناس بتستغرب ازاي شكل وشهم صغير كده مع ان سنهم ايوه كبير، هي صح؟ دي بيبقوا عاملين ايه بقى. احنا فهمنا، الناس بدأت تفهم شوية انه التجاعيد دي مش حاجة، مش عيب،
ده طبيعي، احنا بنكبر في السن وكمان بنتعرض لأتربة، والجو بتاعنا مش دايما بيبقى نظيف، وشمس وإرهاق كل الحاجات دي بتعرضنا ان احنا التجاعيد تبان، وبقت تبان بدري، يعني ما كانتش بتبان بدري قوي كده قبل كده. لازم اخد بالي من بشرتي رقم واحد، اللي احنا لسه قايلينها ان انا باخد بالي من الروتين بتاعها اليومي، بعمل لها التنظيف اللي هي محتاجاه، الترطيب اللي هي محتاجاه. بس بعد كده بدات تبان عندي مشكله اللي هي تجاعيد، او ان انا مثلا كنت مليان وخسيت، ففي اماكن في الوش بيحصل بتبدا ده كتير تفضى فعلا. بالظبط. خلاص يعني دي مش حاجه غلط انت عملتيها في حياتك، احنا بنكبر في السن ده طبيعي، لكن ليها علاج الحل موجود فعلا. بالظبط. الحل بتاعها بقى طبعا، يعني دلوقتي احنا وصلنا يعني لاكتشافات فظيعه جدا في الموضوع، احنا بقينا بنعمل خلايا جذعيه وبي ار في وحاجات كتيره قوي، بس خلينا نبدا من الاول. كان البوتوكس والفيلر، كان ناس ايه كتير بقى قوي، الفرق بينهم؟ عايزين نعرف. لا الفرق كبير. بصي البوتوكس خلينا نقول في حاجه اسمها تجاعيد تعبيريه، وفي حاجه اسمها تجاعيد او خطوط ليها علاقه بالعمر او بالحاله بتاعه الجلد. البوتوكس تجاعيد تعبيريه، يعني ايه تجاعيد تعبيريه؟ يعني تجاعيد بتبان وانت بتحركي وشك، بترفعي حواجبك، بتكشري، زي هنا مثلا الخطوط. بتضحكي جامد، فهمت. ففي تجاعيد بتبقى حوالين العين، دي اسمها تعبيريه. ليه؟ لانها بتبان وانا بعبر بملامح وشي عن حاجه. تمام. البوتوكس فكرته ان هو حاجه بتدخل، احنا بنحقنها بدرجه معينه او بطريقه معينه عشان تخلي العضله اللي مسؤوله عن الحركه دي اللي بتوصل في الاخر للتجاعيده تبقى ضعيفه شويه، مش بنوقفها خالص، احنا بنخليها ضعيفه شويه، بحيث ان انا ما اخليش الحركه بتاعتها كتير، فما اخليش التجعيده دي تبان كتير، فما تبقاش ديب. يعني ايه ديب؟ يعني التجعيده بتبان حتى وانتي مش مكشره، بتبان حتى وانتي مش رافعه حواجبك، كده بقى دي التجعيده ديب، مرحلة بقى متقدمة يعني. تحتاج وقت طويل عشان تتعالج، وممكن نضطر نعمل فيها فيلر وبوتوكس الاثنين مع بعض، وممكن نضطر ندخل حاجه تانية زي الهايفو، ممكن نضطر نستخدم مواد شغاله بحاجه اسمها نانو ده تكنولوجي لما بتشتغل تكون على الحالة كذا بقى طبقه متأخرة يعني. بالظبط. فزمان الناس كانت بتعتبر لا انا هستخدم بوتوكس، لا انا لسه صغير، لا بالعكس، انت كل ما استخدمتيها بدري سواء فيلر او بوتوكس، كل ما عالجتي تجاعيدك بدري، كل ما قللتي انها تبقى ديب وخليتي الموضوع يتاخر، وخليتي ان انت لو التجاعيد عندك باينه صعبه قوي وانت في سن ال40، لا تبان في ال50، تبان في ال60. فده اللي احنا بدانا نفهمه، وده اللي وصلنا ان احنا بدانا ناخد بالنا من بشرتنا شويه، دي حاجه ممتازه. طيب امتى بقى الفيلر نبدأ البوتوكس قبل ما ندخل في الفيلر؟ احنا فهمنا البوتوكس الحمد لله، نبدأ امتى نعمله اول بقى؟ ما يبان عندك تجاعيد، حتى لو سنك صغير، حتى لو انت لسه يعني في ممكن العشرينات، 30 25 نبدأ نعمل بتعملي بوتوكس روتين فعلا؟ البشره اوكي، ولقيتي التجاعيد برضو بتبان، حاولتي تروحي لدكتور في الكلينيك بتاعته وعمل لك جلسه او اتنين من جلسات، في جلسات بتتعمل عشان تحسن المرونه بتاعه البشره والكولاجين فيها، كل ده ما جابش نتيجه 100% على طول اعملي بوتوكس، والا هتستني شويه هتلاقي تجاعيد بقت تقيله فالأفضل إن احنا نبدأ من بدري كحتى نوع من الوقاية. بالظبط. انا متهيألي في معانا صوره صح لحاله انا كنت عايزه طيب يا ريت نشوفها مع اوريها بعض مع لكم. السادة المشاهدين. في معانا صورة للبوتوكس، يا ريت المخرج يعرضها. اوكي، دي تنظيف، بصي دي تنظيف البشره، والحاله دي كمان خليني هتكلم عنها تاني في الاخر، علشان احنا هنا بنعمل تنظيف بشره، احنا هنا وصلنا لاخر مرحله خلاص، بقينا بنعمل روتين تنظيف عارفه اللي هو الفرق حلو بندي قوي، رونق ايه ده؟ كده للبشره. ايه السحر ده؟ لا ولسه السحر هتشوفيه في الاخر بقى، لما تشوفي الاول البشره كانت عامله ازاي لما نفس جينا نعالجها، نفس الحاله. الحالة. هي دي شايفه، هي الاول كانت عامله ازاي، شايفه الحبوب كانت في وشها عامله ازاي، هي نفس الحاله معقولة بالظبط. دي كده يعني كل حاجة في الشهر واحد، سواء بقى دي كانت آثار حبوب ولا بقع دي ولا كانت كانت ايه؟ حبوب وعامله لها بقع، وهي من النوع اللي ما كانش بيحط سان بلوك، ما بيحطش اي نوع من انواع الميك اب، فبيطلع كده منه للشمس على طول للتراب، ناس بهدلتها كتير الصراحه. بصراحة ممكن تكون يعني بتكسل تعمل كده، او يعني مش واعية قوي بخطورة حاجة زي لا دي هي انها تطلع في الحقيقه الشمس هي من الحاله دي غير. بصراحه يعني ملتزمه جدا، بس هي كانت خايفه لان بشرتها فعلا حساسه قوي، واي حاجه تحطها تطلع لها حبوب زي ما انت شايفه كده، والحبوب تروح وتعمل علامات. عملنا جلسات كتير قوي، عملنا جلسات درما، عملنا جلسات تقشير، عملنا تفتيح، عالجنا هنتكلم الحبوب على كل ده النهاردة. بالظبط، لحد ما وصلنا للي بعد كده. احنا دلوقتي بقى خلاص بقى انا مرحله ان احنا كل شهر شهرين بنيجي نعمل جلسه تنظيف ونضاره للبشره وخلايا جذعيه، لا مش حاجه تانية، لا بس حتى ايفن هي بتنزل حقيقة بسان بلوك ما يعني بتحطش تحول ميك اب. كبير جدا في شكل بشرتها ونضارتها، طبعا فرق جميل قوي. كبير. طيب نطلع دي فاصل صغير ونرجع تاني معاكو، ما تروحوش في اي حتة، مستنيينكو في حلاوة روح. رجعنا لكم تاني مع حلاوة روح، ومنورانا في الاستوديو الجميلة دكتور سحر سرور.
كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البوتوكس وكنا عايزين نشوف بقى صورة مع المشاهدين ايه الفرق اوكي بقى قبل وبعد، يعني هيبان ايه على البشرة. تمام. بصي، هو في الصورة بتاعت الحالة دي، هي الحالة سنها مش صغير، وهي طلبت، هي ما خدتش بالها من بشرتها بصراحة من زمان، بس هي طلبت ان انا مش عايزة التجاعيد تروح تماما، انا عايزة يبان سني لكن بشكل منمق شوية، ودي بتفهم حاجة والله. مهمة. لان فعلا في ناس بيبقى شكلهم، يعني ما ينفعش كده، يعني انتي سنك باين انه كبير، فما ينفعش ان انتي تمحي تجاعيدك نشوف خالص. مشدودة لدرجة ان هي بقت تحسي ان مش بشرة، بلاستيك. بالظبط. فلا، سهل ان انا اوصل لاكتر شكل مناسب ليا، اللي هو شكلي انا الحقيقي قبل التجاعيد ما تبقى باينه. فاحنا في الحاله دي احنا عملنا البوتوكس، تمام. بالمناسبه هي طلبت ان التجاعيد اللي حوالين العين مش عايزاها تروح قوي، فانا ما اشتغلتش حوالين العين بوتوكس، بس اشتغلت معاها حاجه تانية. هي دلوقتي بقت معروفه قوي، الهايفو هي هنا الجبهة دي، دي بوتوكس الجبهه بس، ممتازه. بصي، دي التجاعيد التعبيريه، هي رافعه حاجبها فباين التجاعيد دي في ما الصوره شاء الله التانية ما بقاش في اي اثر ليها. بالظبط، بس جميل شكلها قوي، لطيف جدا وحاجه بسيطه سهله. مع ان هي كانت عميقة جدا. بالظبط. هي دي هنا نفس بقى الحالة برضو. هي نفس الحاله. لا ظبطت نفسها. سوري. طيب، ده حوالين العين. حوالين العين هي طلبت انه انا عندي التجاعيد ديب قوي ومش عايزه اوديها خالص، فاحنا عملنا بوتوكس وعملنا معاها حاجه تانية اسمها هايفو. الهايفو طبعا معروف دلوقتي، بماده بستخدمها انا اوقات مع الحالات اللي بتبقى محتاجه تجاعيد خفيفه انها تروح بسرعه، ومش محتاجه انها تبقى، يعني مش محتاجين نحقن بوتوكس فيها. يعني هو بديل البوتوكس يعتبر الهايفو. الهايفو يعتبر بديل البوتوكس، بس لو التجاعيد خفيفه، يعني الهايفو مش التجاعيد التقيله ابدا، تجاعيد خفيفه اوكي الهايفو هيجيب معاها نتيجه كويسه. ومعاهم مواد بتشتغل بحاجه اسمها نانو تكنولوجي، دي طالعه قوي دلوقتي زي البي ار بي كده وزي البلازما. هي فكرتها انها بتشتغل في كذا طبقه، انا مش بشتغل من فوق بس، انا بدخل ديب كمان للطبقات اللي جوه وباثر فيها، بحسن الكولاجين فيها. فدي النتيجه، النتيجه دي كانت بعد الجلسه على طول، يعني 10 دقائق وهي دي قاعده في من جلسة الكلينك. واحدة؟ من جلسة واحدة اي فعلا؟ بالظبط. ايه ده سحر. بصي بقى، الحاله دي مهمه قوي، عشان ده اللي انا كنت بقوله، ان الناس لازم تاخد بالها من بشرتها من بدري. الحاله دي سنها مش كبير، وكانت اوريدي عامله فيلر روبوتكس، هي اوريدي في الصوره كانت عامله فيلر روبوتكس قبل ما نبدا احنا نشتغل. هتلاحظي في تجاعيد صغيره قوي، تجاعيد احنا عند بنسميها فاين العين. لاينز تحت العين، فعلا. دي اشتغلناها هايفو والماده اللي انا بقول لك عليها بالنانو، واشتغلنا معاها راديو فريكوانسي. الجلسه كلها على بعضها كانت حوالي 15 دقيقه، النتيجه في وانس وهي في الكلينيك. نتيجة مذهلة بصراحة، بالظبط، يعني دي من غير بوتوكس بوتكس وفيلر، هي اوريدي كانت عامله تحت بوتكس العين. وفيلر من حوالي اسبوعين ثلاثه، ولسه التجاعيد ما راحتش، لان هي ما بداتش بدري تاخد بالها من بشرتها، ما بداتش بدري اعوض بشرتي بالميه اللي هي محتاجاها والكولاجين اللي هي محتاجاها المية. واكلي بالمناسبه، عشان ده بيأثر قوي على بشرتي وعلى ده شعري الأكل ده بعدين. عايزين يعني، بصي حلقات ده تكلمينا بقى عشان شيء. نتعلم نعرف ناكل ايه. بالظبط. فدي حاله مثلا اتاخرت شويه، بس ستيل بنقدر نعالج. فهي يعني بسرعه استوعبت ان انا حتى لما عملت فيلر روبوتكس في عندي لسه لاينز ما راحتش، ما سابتهاش، عالجتها، وكان العلاج حاجة سهلة جدا ما خدش وقت. يعني ممكن جلسة البوتوكس ما تجيبش النتيجة اللي أنا عايزاها بالظبط، لو ففي اتأخرت بقى لو اتأخرت بالظبط في في بقى علاجات بدائل. تانية ممكن أقدر أعملها عشان أوصل للنتيجة اللي في خيالي. ما شاء الله نتيجة هايلة الصراحة. بالظبط. بصي، احنا دلوقتي شوية، كان زمان بقى في ليزر وفي انواع ليزر مختلفة، وشوية بيبقى ليها سايد افكتس، وخصوصا لو البشرة حساسة ممكن تلاقيها سابت علامات. الحمد لله احنا دلوقتي بقينا شوية بنتجه لحاجات اسهل، وبقينا بنعتمد على المواد اللي انا بقولك عليها زي النانو، زي مواد اللي هي البلازما، الخلايا الجذعيه دي بقى بتجيب نتيجه ممتازه، والديرما اللي انا جايبه كتير منهم من الديرما، هي الديرما دي انا بسمعها كتير جدا المايكروبليدنج. حاليا. ديرما بان، ديرما رولر، يس هايدرا رولر، صح يس. كده؟ في ايه بقى ستامب الحاجات دي كمان. لو سمحتي فهمينا ايه الاختراعات بصي، دي؟ فكرتهم كلهم واحده، هي الفكره انه انا بشرتي بعمل لها زي فتحات صغيره قوي، بفتح فيها شانلز صغيره قوي. انا كل اللي بعمله ان انا بدي زي امبالسز كده للبشره انه فيها مشكله. يعني ايه؟ انت مثلا لا قدر الله، بلاش، انت اي حد تاني أكيد عنده مش أنا، سكار، أي حد بعيد عني. عنده سكار، عنده علامات حبوب، عنده حبوب اوريدي موجوده دلوقتي، عنده سكار، دي يعني علامه باقيه في وشه من خبطه، من اي حاجه كانت في يعني بشرته، مسببة مثلا بقع غامقة أو بقع حمراء او ستريتش ماركس حتى لو في كمان. الجسم. الفكره هي كلها انه، بصي خليني بس اوريكي حاجه صغننه كده في الدرما، هي سنون.
في صالون بقى صغير. دي نيم فيهم. الرولر، دي الرولر انا اه ده جايبه لكم ثلاث الرولر. انواع رولر. دي الرولر وليها مقاسات، خلاص هي سنون صغيره خالص، فكرتها ان انا بمشي على الجلد كده. السنون دي اللي بتعمله انها هي فاين قوي، فبتقوم رايحه داخله عامله فتحات صغيره، شانلز صغيره كده في الجلد بتحفزه، فبيبدا الدماغ يجيله اشارات انه في مكان فيه مشكله في الجلد، يبعت بقى هو الدم بالكولاجين بالفيتامينز بكل حاجه موجوده في ده الدم، انا لو تحفز استخدمتها تجديد لوحدها حتى الخلايا من غير ما استخدم ماتيريال فهي من غير اي بتقدر حاجه تعمل ده. بالظبط. بس هي طبعا في بروكوشنز، يعني في شويه حاجات كده لازم نخلي بالنا منها، عشان الديرما رولر سهله استخدمها في البيت، في ناس بتجيب الديرما بن، في ناس بتجيب الهايدرا كمان وبتستخدمها في البيت، وده ما ينفعش لان هم مختلفين شويه في الاستخدامات بتاعتهم. كلهم نفس الفكره ان انا عندي سنون وبفتح بيها شانلز في الجلد، ممكن استخدم معاها سيرم او اي حاجه تانية، ممكن، لكن انا لو استخدمتها لوحدها هي كافيه جدا. اقدر استخدمها في البيت يا دكتور بأمان ولا فعلا الرولر، الديرما رولر بس؟ البن بلاش ما انصحش بيها، والستامب كمان بلاش ما انصحش بيها، لان الاتنين بيعتمدوا على بريشر، انا بضغط بايدي قد ايه. البن انا بفضلها في الكلينيك لان هي ليها سرعات اوريدي. يعني ايه ليها سرعات؟ يعني هي دي اهي وبيبقى معاها السنون بتاعتها، خليني اطلعها كده. اولا طبعا طبعا حتى لو انت هتستخدميها لنفسك في البيت لازم تكوني معقمه كويس، ولازم تبقي لابسه جلافز، ولازم تكوني انت كمان معقمه بشرتك كويس وحاطه مخدر بقالك فتره مش اقل من نص ساعه علشان ما توجعكيش. اوكي احنا محتاجين طبعا يعني حلقات وحلقات، عايزين كمان نشوف جلسة فعلية للديرما رولر عشان لو اوكي هنستخدمها في البيت نبقى عارفين. واكيد هتوعدينا بحلقات تانية كتير، ان عايزين شاء نتكلم الله عن الاكل وعايزين نتكلم عن الجسم الاكل. والقوام والتقنيات الحديثة في نحت القوام. اوكي بنشكرك جدا النهاردة على حضورك معانا ميرسي، وتشريف قناة الصحة والجمال ثانك يو. وبرنامج حلاوة روح. مشاهديني الاعزاء، أتمنى إن تكون الحلقة كانت حلوة ومفيدة، وأوعدكم بحلقات تانية كتير أحلى وأحلى. أنتي دايما أحلى مع حلاوة روح. أشوفكم على خير.